انتشار كتير من المنصات النصابة بالفترة الأخيرة، غالباً لما بتواجهك مشكلة بالمنصة الخاصة فيك أو بحسابك تتوجه للدعم، ولما ما بتشوف رد بالتالي أموالك بخطر. فيديو اليوم راح يكون عن أفضل منصات لتداول الفوركس، والرقم يلي شايفه قدامك على الشاشة هو حجم التداول الشهري. نعم، حجم التداول الشهري على المنصة بيتخطى $4 تريليون. كمان منصة إكسلنس بتتميز بسرعة عمليات السحب والإيداع وسرعة تنفيذ الأوامر. كمان تقدر تبدأ فيها حتى لو رأس مالك صغير، لأنه أقل حد للإيداع هو $10، بالإضافة لفريق الدعم يلي بيكون متواجد معك 24 ساعة بشكل متواصل. وأهم الميزات يلي رح تحصل عليها إذا سجلت عن طريق رابط إحالتنا: أولاً، خصم على رسوم التداول قد يصل إلى 35%. ثانياً، رح تقدر تدخل معنا مجموعة التوصيات بشكل مجاني تماماً. توصيات نعطيك أماكن دخول، أماكن خروج. توصيات هاي بديرة فريق من خبراء في تحليل الشرط مع قناة استثمر أغلى. تابع معي الفيديو للآخر حتى تعرف كيف تبدأ رحلتك بالتداول. مرحبا متابعي قناة استثمر عقلك. تأسست شركة إكسلنس في المملكة المتحدة في عام 2008، وهي منظمة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشل FSA، وتعتبر من أفضل الشركات الموثوقة والمتخصصة في الاستثمار والتداول في الأسواق المالية، ومدرج عليها قائمة بأهم الأصول. موجود فيها العملات الرقمية، موجود فيها السلع، موجود فيها المؤشرات، موجود فيها المعادن. وبعد ما عرفنا المعلومات الأساسية عن منصة تداول إكسلنس، راح نفتح حساب وراح نبدأ تداول وشو الخيارات الأمامك لحتى تبدأ فيها التداول. رابط التسجيل بالمنصة راح تلاقيه بالوصف وراح تلاقيه بأول تعليق. أهم الميزات يلي بتتميز فيهم منصة إكسلنس: عمليات سحب سريعة أيضا بدون أي رسوم تدفعها على عمليات السحب، وهذا أمر جيد جدا. مهما اخترت أنت الشبكة، سواء غالية بالرسوم أو منخفضة الرسوم، أنت ما راح تدفع أي رسوم عن عملية السحب، وعملية السحب بتتم بشكل آلي. وأيضا حسابات إسلامية، يعني ما في أي رسوم تبييت على كافة أنواع الحسابات. كمان المنصة عليها أكثر من 700,000 متداول نشط. أنواع الحسابات المتوفرة على منصة إكسلنس: حساب الستاندر وحساب الستاندر سين. هلأ الحساب الستاندر هو الحساب المفضل لأغلبية متداولي الفوركس. الحد الأدنى للإيداع في الحساب بيكون $10 حسب وسيلة الدفع المستخدمة. كمان الكوميشن بيكون صفر، يعني ما بياخدوا منك أي كوميشن أي عمولة. سبريد في الحساب بيكون ستاندر، بيبدأ من 0.3 بيب، والرافعة المالية بيكون فيها غير محدود. بتقدر تتداول على غالبية الأسواق مثل الفوركس، عملات رقمية، أسهم، معادن وسلع أيضا. الفرق بينه وبين حساب الستاندر سنت انه حساب الستاندر سنت بيكون ميكرو لوت، وهذا بينفع للحسابات الصغيرة، لكن سلبيته انه بيكون متاح لتداول الفوركس والمعادن فقط. كافة الحسابات بدون اي رسوم تبييت للصفقة. بالنسبة للحسابات الاحترافية، المنصة بتقدم لك 3 حسابات احترافية: البرو، الزيرو، الرو سبريد. اقل حد بالحسابات الاحترافية الثلاثة هو $3,000. الرافعة بتكون ايضا غير محدودة. السبريد بيكون منخفض جدا، والعمولة ايضا بتكون منخفضة، وبتقدر تتداول عليها كافة أزواج التداول أيضا: فوركس ومعادن وعملات رقمية. حساب البرو أصدقاء أنه أنت بتدفع سبريد منخفض بدون ما ياخدوا أي عمولة. أما الزيرو والرو سبريد، أنت ما بتدفع أي سبريد، وبيكون فقط عمولة ثابتة لكل لوت أنت بتفتحه. بعد ما تضغط على الرابط يلي بالوصف، رح تظهر عندك هاي الشاشة: إنشاء حساب. أنت رح تختار البلد، بعدها رح تحط عنوان البريد الإلكتروني، ورح تحط كلمة السر، بعدها رح تحط رمز الشريك. رح تستفاد من رمز الشريك انك رح تدخل معنا مجموعة التوصيات بشكل مجاني تماما، وايضا الرابط يلي بالوصف رح تحصل على خصومات للتداول. يعني الاشخاص يلي بسجلوا عن طريق وكالتي رح يحصلوا على خصومات جيدة للتداول. رمز الشريك هو عبدو عبدو، وبعدها لما تسجل وتوثق حسابك تواصل معي، اعطيني رقم حسابك حتى يتم اضافتك ان شاء الله بشكل مجاني. بعد ما تنتهي من هاي الخطوة، رح تنتقل انت لحسابك يلي رح يكون ابدا ما له موثق وما مفتح لك اي ميزات. يعني اذا تدخل على الإيداع راح تشوف أن الإيداع كلها غير متاحة لحتى أنت تجتاز عملية التوثيق. إذا حطيت استكمال الملف الشخصي، عندك تأكيد عنوان البريد الإلكتروني، عندك تأكيد رقم الهاتف، وعندك أيضا إضافة المعلومات الأساسية، بترفع لنا صورة هويتك، وبيتم القبول توثيق على المنصة جدا سهل. خلينا نروح لحساب موثق، نشوف الإيداع ونشوف واجهة التداول. هذا هو حسابي الرئيسي أصدقاء. ضمن حسابي الأساسي أنا فاتح حسابين: حساب ستاندر وحساب برو. حساب برو هو حساب الخبراء اللي أقل إيداع فيه هو $3,000. خلينا نشوف الواجهة. لما بنحط تداول عندك خيارين: أما بتفتح الواجهة الخاصة توفر لك إياها منصة إكسلنس، أو بتفتح أنت الـ MT5. إذا بدك تفتح أنت الـ MT5، راح تحمل MT5 عندك سواء على الكمبيوتر سواء على رقم الهاتف، وبعدها تروح لمعلومات حسابك، تاخذ الخادم، وهيك أنت
عمليات السحب والإيداع بتعملها أنت من هون من المنصة، لكن عمليات تداول فتح صفقة إغلاق صفقة بتعملها أنت من MT5. في أشخاص متعلمين على التداول على MT5، فبالتالي من الصعب عليهم أنهم يتداولوا على واجهة المنصة، لكن واجهة المنصة تقدم واجهة سهلة جدا. خلينا نشرح سريعا أهم الأوامر بالمنصة وبعدها منكمل بعملية السحب والإيداع. هاي الواجهة اللي تقدمها المنصة، أوامر بيع أوامر شراء، من هون رح نحط بيع ورح نختار اللوت المناسب. نقدر نحط أوامر معلقة بهالشكل هذا، بتعطيك أرياحية جدا كبيرة بوضع الأوامر المعلقة، أو تقدر تحط أنت السعر من هون، تقدر أنت تحط تنفيذ بأمر السوق وتشيل الأوامر المعلقة، تقدر أنت تحط جني أرباح للصفقة قبل ما تفتحها وتحط ستوب لوز أيضا للصفقة من قبل ما تفتحها. أيضا عندك ميزة للأشخاص اللي بيضاربوا بشكل سريع على فريمات صغيرة، تداول بنقرة واحدة، يعني أنت بنقرة واحدة أنت راح تحط سواء بيع أو شراء. هاي الواجهة الخاصة بمنصة إكسنس، وهاي الأوامر المفتوحة وهون الأوامر المغلقة. إذا واجهة سهلة واجهة بسيطة. خلينا نرجع لأوامر الإيداع والسحب. الإيداع أصدقاء عندك أنت الإيداع عن طريق البطاقة البنكية، الإيداع عن طريق حسابك الباينانس، إيداع عن طريق البيتكوين، بيرفكت ماني، USDT ERC 20، أيضا USDT TRC 20، USDC عن طريق شبكة ERC 20. جميع عملية السحب بتكون من غير رسوم. لما بدك تسحب أنت حتى لو كانت على شبكة الإيثيريوم اللي بنعرفها رسومها بتكون غالية، ما رح تدفع أنت أي رسوم. عملية الإيداع أنا بستعمل، أنا شخصيا بستعمل الـ USDT TRC 20 وأيضا الـ ERC 20 حسب أنا وين مخزن أنا الـ USDT. بيرفكت ماني بستعمل أحيانا، لكن أغلب استعمالي بيكون على الـ USDT. عملية السحب أيضا ما بتطول أبدا، يعني بيكون، وأيضا نقل الأموال بين الحسابات بتقدر عن طريق هاي الخانة، بتنقل الأموال من حسابك الأول إلى حسابك الثاني. بتقدر حساب مثلا تخصصه للعملات الرقمية، حساب تخصصه للفوركس، الخيار لك صديقي. لكن العملات الرقمية أنا ما بتداول إلا بيتكوين وإيثيريوم فقط على المنصة. إن شاء الله يكون الشرح كافي، وإن شاء الله يكون جاوبنا على كل أسئلتكم أصدقاء. مجرد ما توثق حسابك إذا دخلت عن طريق رابط إحالتنا راح تنضم بشكل مجاني مجموعة التوصيات، تواصل معي حتى يتم إضافتك. إلى اللقاء.